الاسم التالت مش لعيب كوره بقى، بس اعتقد ليك قصه معاه، يعني الفنان الكبير عمرو دياب. اه كابتن عمرو دياب كان صديق شخصي ليا انا وواحد اسمه الكابتن محمد عبد المنعم الله يرحمه. كان هو بيحب عمرو دياب قوي، فكنا بنروح نلعب مع بعض في نادي بورفؤاد النادي البحري على هيئه قناه السويس، والكان اللي يبقى على يمينك والملعب، وهو كان لعيب كوره. الله. وكان يموت قوي في حته البحر والهواء والكلام ده. كان سنه كام يا كابتن؟ الكلام ده حضرتك بالظبط 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 سنه 83 84 85 بصراحه، الفتره دي هو من سننا. عمرو مواليد 60 او على ما اظن 60، مش عارف 60. عمرو مواليد 60. كان من سننا. وكان شاب جميل، وكان في فرقه، هو يعني كان في فرقه بتاعت بورسعيد الاول. بس كان لعيب بقى في الملعب؟ كان لعيب كوره بصراحه. ناشف ولا لعيب؟ ناشف جامد جدا يعني. ربنا يديله الصحه يعني. يعني الباور والعضلات دي يعني خلي بالك، مش من فراغ يعني. يعني كان بيعدي منك؟ انت كنت باك رايت؟ انا كنت باك رايت. هو كان قوي بصراحه، اللي يخش منه كمان يعني ممكن مثلا ايه على طول يخش العمليات على طول، اللي يخش قدام عمرو دياب. بصراحه يعني. اسطوره طبعا، اسطورتنا عمرو دياب طبعا. يعني. نجم الكبير عمرو دياب.